أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. بعد الصاروخ الجديد، أمريكا تتوعد بتدمير نظام كوريا الشمالية، وترامب يهدد بعقوبات كبرى. القوات العراقية تواصل مطاردة داعش، وعشائر الأنبار تجدد دعمها الكامل ضد الإرهاب. الحرب المفتوحة بين الظواهر والجولاني مستمرة. الإمارات تحتفل بالعيد الوطني 46 للدولة، والإمارات تحيي ذكرى يوم الشهيد اليوم. في أخبارنا المنوعة، شادية تبقي في ذاكرة الأجيال رصيدا فنيا كبيرا بعد وفاتها عن عمر ناهز 86 عام. وكريستيانو رونالدو يقترب من تصدر الحسابات الأعلى متابعة على انستغرام. وفي أخبارنا الصحية، الزواج يحمي من الخرف.